مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أوراق الخريف مهرجان صلالة السياحي. تفضلوا معنا وشوفوا على منطقة دربات جميلة جدا تسمى جنة ظفار. أتمنى أنكم تتابعونا. مرحبا الإعلامي الكبير خميس البلوشي. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. متى الوصول ما شاء الله؟ وصلنا أمس. بر ولا طيارة؟ بالبر طبعا. وكيف كان الطريق؟ الطريق سالك وفي خدمات طبعا طول الطريق، وفيه أيضا جهاز الشرطة ما شاء الله متواجدين في كل مكان وموفرين خدمات المطلوبة دائما في على طول الطريق، عدا بعض الكيلومترات البسيطة اللي فيها الطريق ما زال يحتاج إلى بعض الصيانة، لكن الحمد لله الطريق أفضل بكثير من السنوات السابقة. ما بتقصر بلادنا في أن توفر الطريق والمسالك أن تكون بأكثر طيبة وأكثر أمان للمواطنين وغير المواطنين، بس أنا أريد أسألك شو رايك في صلالة هالسنة؟ والله صلالة هالسنة أقدر أوصفها كأنها عروس ما شاء الله. الظروف المناخية وظروف الخريف كانت جيدة جدا، وهذا واضح من المناظر الخلابة اللي قاعدين نشوفها والمياه اللي يعني الآن في وادي دربات، وأنا زائر دائم لهذا المكان. السنة أفضل بكثير عن السنوات السابقة من الناحية الطبيعية ومن ناحية الخدمات اللي توفرها الدولة لزوار صلالة في هذا الموسم تحديدا. وين أكثر الأماكن اللي أنت زرتها وشفتها يعني وخذيت انطباع اللي هي أكثر من السابق ومن السنوات الماضية؟ أنا وصلت أمس زرت سهل إيتين. سهل إيتين متوفرة فيه خدمات كثيرة، دورات مياه، الشارع أيضا الزحمة فيه أصبحت قليلة جدا بفضل تواجد رجال الشرطة، أيضا المطاعم موجودة، أماكن الإيواء أيضا متوفرة أكثر بكثير من السنوات السابقة. يمكن العام الماضي الكل عرف عن الزيادة الكبيرة اللي حدثت في فترة بسيطة واللي سببت بعض الإرباك في من ناحية السكن العام الماضي وناحية الوقود في الشارع. هذه الأمور كلها ولله الحمد السنة تم تلاشيها وفي حلول جيدة وضعوها القائمين على هذا المهرجان. أتمنى تكونوا استمتعتوا وأتمنى لكم المتعة الزائدة أنتوا والأهل والأقارب والأصدقاء. شكرا جزيلا وأتمنى كل النجاح لقناة مجان ولكم، وأتمنى اللي ما جي صلالة هي علشان يستمتع بهذا المكان وهذه الأجواء الطيبة. شكرا أخي. تعرفنا على اسمك أخوي؟ اسمي أحمد بن محمد بن علي الحبسي. والنعم فيك. من متى واصلين أنتوا هنا ظفار؟ والله واصلين من يوم الجمعة في الليل. ما شاء الله، كيف شفت ظفار والطريق اللي أنتوا جيتوا فيها؟ والله الطريق كان شوية فيه رياح، ولما وصلنا هنا رأينا الأجواء مرة ماطرة والحمد لله صلالة رومانسي يعني. شو رايك في الرذاذ والاجواء الحلوه والمناطق والمناظر هذه كلها؟ هو رذاذ ماشي، بس الاجواء يعني جميله جدا يعني بشكل ما يتصور. ما عرفتني على اسمك. جاسم محمد علي الحبسي. والنعم فيك. متى الوصول؟ والله الوصول يوم الجمعه، الجمعه الظهر واصل. ايش رايك في المناطق وايش رايك في المنظر هذا البديع الحلو؟ والله الجو صراحه مبدع بدون كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ محمد الحميدي. عبد الله سالم الدرعي. عبد الله سعيد العمري. والنعم فيكم. من وين جايين ما شاء الله؟ والله جايين من الشرقية جنوب.
من قعلان بني ابو حسن فلق المشايخ بالضبط. ايش كانت انطباعك المكان؟ والله المكان واجد جميل صراحة، وبس اليوم يختلف الجو لأن شوية الشمس بانت وما شاء الله الأجواء طيبة، بس الخريف مستمر إن شاء الله. أتمنى أنه ينال إعجابكم المكان، وأتمنى لكم إقامة سعيدة إن شاء الله. مشكورين على الإضافة. عرفني على اسمك. عبدالله القرني. ما شاء الله، من وين جاي؟ من السعودية. جاي بر ولا بر؟ طيارة؟ لا بر. ما شاء الله، كيف كان الطريق وانتو جايين؟ والله كويس، وكان في محطات يعني توقف، ما كان متعب. ما شاء الله، ان شاء الله. كيف عرفتوا عن صلالة وهذا عشان وصلتوا لهالمكان؟ والله عرفنا عن طريق النت، الصور وزي كذا كانت حلوة يعني صور، فجذبتنا نجي هنا. ان شاء الله عجبكم؟ ما شاء الله، لا الجو صراحة والمناظر حلوة مرة. مرحبا أخوي. مرحبتين. من وين؟ والله من أهل الإمارات. متى الوصول؟ الوصول من يومين. حلو، جايين بر ولا طيارة؟ والله احنا نيجي بر الحمد لله، يعني شوارع والتنظيم وهالأشياء يعني نرتاح في البر. إن شاء الله استمتعتوا طول هالطريق؟ والله الحمد لله شيء يعني متغير، مو بكل نفس كل سنة، الحين كل سنة نيجي هني يكون شوي شوي في تطور يعني ملحوظ يعني. وإيش رأيكم في المنظر والطبيعة اللي موجودة في ظفار؟ والله المنظر أنا المفروض ما أتكلم عنه، الكاميرا مرة أروح أتكلم هني يعني عنه. هذه المنطقة منطقة دربات بصراحة يسموها جنة. أنت شو تقول المنطقة هذه؟ والله أنا أقول صلالة كلها جنة، مو بلا دربات. مشكور، هذا من طيب أصلك ومن طيب الإماراتيين أصلاً. هذا بلاد بلادكم، خذوا راحتكم وخذوا اعتبروها بلادكم الثانية. طول عمرك طول عمرك. مشكور مشكور أخي، الله يخليك، تسلمي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نلقاكم في حلقات أخرى وأوراق أخرى ومناطق أخرى. تقبلوا تحياتي، معكم نائل الحبسية ومصورنا نصر الجابري ومخرج ناصر الأخزمي.